واجا محمود من النادي هلا، ما شاء الله ما شاء الله متحسن والله. لي اسبوع قاطع يا بيسان، هلا دغري اجا استلم الجكر وعلمت الاميره. هلا بتشوف لعب خارق عم تلعب وخلتني اكمل انا والحب واحد حبيبي. هاي يلا نخلص انا ونوراس. يلا يا جماعه خلصنا الجكرو، مين ربح؟ لك لحنا يسعد دينا، لك لي احلى شريكه، لك انا وانتي احلى شريكه نتعب ناكل دغري. يا جماعه خلصنا وربحنا على محمود وماما ونورس. اي والله. المهم بس خلصنا جكرو لا حان وقت الاكل. قلنا انه نحن اللي ربحنا يا لك، قلنا له نحن ربحنا. ليك ليك محمود، نحن ربحنا. محمود لا حزلت اخر مقطع محمود. ها محمود شكله جوعان كتير يا جماعة. قلت له هاي الكنزة حلوة عليك من أنا بألمانيا كل يوم بلبسها. أنا كنت أحكي معه فيديو قلت له يلا هاي الكنزة كتير حلوة، كتير حلوة عليك أنا بحبها عن جد. كنت عم دور علي، قلت بدي أطلع عند بيسان صلي زمان مش شايفة أبهرة. بهرتني والله، بهرتني بهرتنا كلنا. مبهورة أنت؟ أنا مبهورة بالاثنين صراحة. شلكني أميرة. أوكي المهم اليوم كان في عاصفة شو اسمه؟ يسلموا يا عمري. كان في عاصفة امبارح بالليل وضلت عم تشكي. أميرة دقيقة خلوني أعرف أحكي. أميرة خلصي. أوكي سوري سوري أميرة، أنا رح أسكب لك أنت سنجل. شكرا يا عمري يا روحي، شكرا أبوسك. هلا هذا ليك سكب لي لحمة حطها قدامها. نحن نحن كلاس كثير بس لحمة. هذا بابت غير ستيك لك هيك دورية هيك. احنا نسكب لحالنا. اوكي لا اله الا الله. سارة اكسكيوز مي. المهم يا جماعة خلوني اعرف احكي مشان الله. تفضل. المهم امبارح بالليل كان في عواصف، الدنيا كلها مطر وغرقنا عم وسامي وكل هالاشياء، فموقف طلبات اليوم وما قدرنا نطلع نحن نشتري، لهيك جود بالموجود. هاد كان اللي عندنا وطبخنا اللي عندنا. ما في اطيب من أكل. عجبك ولا ما عجبك؟ ما في اطيب من لا احكي لي اكل البيت صراحة. شوفوا اميرة كيف عم تصب. الله تعرف تسكبي ولا تسكبي لحالك؟ لا اسكبي يا عمري، انا بسكب لحالي. شكرا يا روحي ابوسك. بس ولا ذوقي الطبخ اهم شيء. انا هذول هيك فينا دور. دادو شو قلتي؟ دادو يعني بدي ادو يعني. هلا كل كلمه بتعلق على انا سنجل. دادو يلا سنجل كلي. ثبت تليفوني عندك. شو دخل سنجل؟ دوقي دوقي دادو. هي بدافع علي. يلا دوقي سارة. شو يجيب صحن تسترجي تقول غير هيك مثلا؟ شو والقرآن؟ لا عم تحلف صدقتها والله. حبيبتي حبيبتي وين ما نعدم. خذي 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 انقذي حالك. ايش تطبخي لي يا عمري؟ اصلا انا فيتي ام البيس يا حبيبتي. ام لبيسان؟ ام البيس ولا انا؟ الله يسلم عليك يا سوس. وانا بيس. الله. اوكي يا جماعه مالكم على ابو الصحن هذا. كنت عم بسال بيسان ومحمود كيف تعرفوا على بعض. انا كنت عم صور عندي بعدين قلنا انه لازم نصور كمان عندك وانتم تسمعوا الكلام. هو يحكي معه متابعين. هو حكى شفني. لا لا ما مشغل. ايه يا جماعة حكينا عند أميرة. استني حكينا عند أميرة أول لقاء كان بيني وبين محمود وهو كيف هو كان رد فعله. حكى رأيه صح عند أميرة. ايه وعندك؟ هلا ححكي أنا رأيي فيه. عندك أول ما شفته. هيا يا جماعة أنتوا بتسمعوا رأيه عندي وعنده. ماشي يلا. سو رأيي هو بمحمود اول مره. ايه اول مره شفته. انت عم تقولي لي شفتيه سئيل بايخ لزقه. انا حسيت دبقه غليظ صراحه. لا ايه لا بالعكس، محمود اول مره كان كتير تقيل، كتير جنتلمان. لا لا هو جنتلمان يعني. اول ما شفته تصرفات ولدني مستحيل انه تبع اللي بضحكك وانا برقص لك ولا بدبك لك حتى حتى تنبسطي. لا ابدا ابدا يعني كثير ناس هيك تبع انه انا بضحكك وانا بنلا لا محمود كان غير هيك. محمود غريب كان، كان كثير جنتل ما كثير بيحكي. استني رح تطلعي. ايه يلا كمل. ابدا ما بيحكي كثير، حكي وازن جنتل، بيضحك بركازه، بيحكي بركازه. فهمتي؟
حتى اذا بدي احكي شيء كوميدي كان بيكون بركازه حلو. ايه ف ف انا كنت بعرفه قبل ها ثواني كنت بعرفه اول ايه قبل ما اشوفه على الواقع ما كنت حبه بصراحه. كنت قصدك على السوشيال ميديا لما تشوفيه ما كنت تاخذيه؟ ليه؟ اخي صغير طفل. مو بس صغير، لا مو صغير لكن هلا شو بدك تعرفي؟ خبري. والله بدي اعرف اسئلتك كثرت. تمام بس انا سالت شيء. طيب بدي استني بدي احكي معهم شيء. استني اوعي تدربي عليك شوي 50 ايوه خلي البنت هاي شو قالت لي ترى اول ان شاء الله الله يخليك كملي خلصينا. شو بدك؟ السؤال اللي بعده شلون قررتوا انت ويا تفوتوا بعلاقه؟ بسرعه ما بدي مقدمات. انت يعني انت ويا بلشتوا مع بعض قررت تخليني احكي وبدك شو بدك؟ طب مو ده فاهمك الفكره؟ فاهمه انه انا ايش بدي اعرف؟ انت ويا قررتوا ايه؟ طب مو تاع اهل حلال ايه. المهم الله انت ويا بيقلبوا علي اهل حلال نحن بنحبك نحن كثير بنحبك ديري بالك والله ايه. راسي طيب. المهم انت ويا قررت تفوتوا بعلاقه دغري ولا انت قررت ولا هو؟ كنت وقت كثير يعني شو قد يعني؟ كنت انا خجلان كثير. شوفي انا بحكي لك بالاخر ايه شوفي اول ما التقينا انا وخدشيبي خدشيبي اول مره ايه صرنا كل يوم نطلع بعدها حلو لزق يعني لك ما لزق على التقيل على التقيل لك ما لزق ولا على التقيل لكن نطلع يطلعوا الاصدقاء مشاوير عاد اصدقائي معهم يعني اوكي أنا مع يعني أصدقائي. ايه تمام ايه يعني نطلع كلنا سوا مو انا وياه بس تمام يا غبيه تمام ايه وبعدين بعدين لما نطلع مره ورا مره يوم ورا يوم يوم ورا يوم حبيبي ايه ويوم ورا يوم حبيبي ما كان ينام طب يلا كم اوكي يوم ورا يوم ورا يوم ايه بدنا نطلع مع بعض صرنا اصدقاء مقربين حلو هون هذا البيست فريندز بتلاقي في وحده قريتها سوري لمقاطعه حديثك في شيء قريته وحال انه كانت رفيقي اسمع اتذكر ايام لما كنا اصدقاء اسمع اسمع في شيء قريته امبارح والله هلا لما انتوا عم تقولوا كنا اصدقاء في حدا يعني كان قايل انه كانت رفيقتي وتسال عن احوالي بعدين صارت حبيبتي وبيت اسراري بعدين صارت خطيبتي وصارت اللي بتهتم فيني وبتعتل همي واحوالي وبعدين صارت زوجتي وام ولادي الله الله ضل عندي خطوه ان شاء الله هاي ضلت اخر وحده يا رب حلحه ايه حلحه ليه ما في تسايت ايه ما ضل ما في تايم تايم تسايت ما بفهموا عندي الالماني بفهموا الماني كملي تعالي هات متابعيني كملي ما متابعيني الله يستر عليك يلا مهم بس وين رحتي؟ لك انا هون يلا فبعد يوم ورا يوم ضلينا صرنا اصدقاء حلو تعلقنا ببعض شوي يعني بس ما حكينا طبعا ما حكينا لبعض ما بتواصل ماكو في تواصل ما حكينا ما قال لي انا معجبين في شغله بدي اقول لك ما اعترفنا لبعض لا عليكي انا وانت ثلاث شهور اصدقاء طلب منك سنابك او ضفنا بعضنا سناب لا انا ما طلبته منها ولا لا ولا رقم عندي كيف. رقمها والانستا بس شو ايه؟ حتى سنابات ما طلبنا من بعضنا خجلانين يعني في اعجاب بس في خجل كثير انه انت مستحق انا كثير مستحي كثير ايه؟ هو خاف يطلب مثلا مني هيك شيء انا افهمه غلط ما بحب اكون جلق مثل هالشباب اعطيني سنابك يلا اضحكك يلا بصير مهضوم ما ادري شو صح. على مهم انا بصراحه انجذبت له ما بكذب على بعض ما بنكذب على بعض حلو شخصيته يا ويلي انا خلاص شكله كلامه تصرفاته يعني صراحه نشبه بعض نشبه بعض صح والله يا جماعه اذا بتجيبوا بيبي تخيلوا هيك يكون على اسئله مثل بيتزا وطويل مثل ابو وجسم اوف وعمل كذا حركات اي المهم بعدين انت انجذبتي له وهو ما بادر بانه ياخذ سنابك وكذا انا انجذبت له بس اعجاب مش حب لسه أعجاب. ايه ايه
هو واعجاب كمان ضليتوا انتوا تنعجبوا ببعض ورفقات عم تطلعوا وتفوتوا بس ايه انا انعجبت فيه عنجد. صار مده كل ما اسمه يقولوا يلا بيسان جايين هلا بدنا نطلع او متحمس يلا اكون عن جد مرضان تعبان اي عطر نشاط اكون تعبان لبستي مثلا في عندي كثير لبس مثلا بالغسيل بده كوي شيء ما اقوم اكوي اروح دغري اشتري لبس يلا ايش دي بدي اقوي نقعد لك كاني عيد كاني عيد عندي لما تجي يعني بيقولوا له مثلا جاي بيسان او طالعين سوا اليوم او كذا فبي عن جد افز فز ميكني عن جد قايم على حرب عن جد اه والله اهلا اقسم بالله ايه هي اول كذبتك هي اول مره سمعت هذا الكلام انه ردت فعل بدي اشوفها ايه ابدا المهم يا بنت الحلال شو اللي صار هلا عندي هالشعور لما حس اني انا كمان ببادله نفس الشعور حس انه انت ما جايبين ايه حس انت شلون حسيت طيب؟ ما اجباري بصراحة حتى انا حسيت صرنا هيك نحط انا احط اغنية هي تحط اغنية يعني خلص في ضربات صارت والله فترة كثير حلوة لهلا الحمد لله شو كانت تحط لي اغنية؟ شو حطت لأول اغنية؟ كنت احط لها في كثير اغاني كنت احط لها كثير ايه بس اتذكر اغنية بسان انا هون تأكدت اني نفس عم تحس مثل ما انا عم حس اغنية قلبي لما لا خلاني مشيت ورا وتعلقت بعيونه وتعلقت بهواه انا تأكدت بسان اني عم تحس مثلي اوكي بعدين المهم فلما حس انه نحن انه انا شو عمل لما حس اني عم بادله نفس الشعور راح لعند مريم وقال له انا بدي اخطبه ما قلت بدي قبل ما يقول لي بحبك نرتبط قلت له بدي اخطبه خلص بس اسمعي قبل ما يعني قبل ما نعترف يعني انتم ما فتوا على انت قلت له بخطبك لا في بيتنا اكيد في بس بعد ما خلص يعني نحن شو قررتوا ايه خلص والله يا محمود بعيني ما اجى قال لي بحبك خلص شافني انا معجبه فيه هو معجب فيني ارتحنا لبعض انبسطنا مع بعض دغري راح قال لها مريم انا بدي اخطب هاي البنت انا انصدمت صدمه حياتي اميره انه ايش انه العمى شلونه دغري معجب اعجاب حركات من ورا لورا كذا شو خطبه المهم انا لما قال لي انه لما قالت لي ماما انا انبسطت كيفت بس شو عملت حالي بدي كم يوم افكر يعني اعطوني مجال افكر كم يوم فاجباري طبعا شو بدي اقول له ايه يلا تعال لبسني محبس لا المهم قلت لهم بدي اصلا بدي شيء اسبوعين 3 4 5 6 7 8 عم امزح انه يعني بدي فتره افكر بعدها برد لكم خبر تمام المهم قعدت فتره بهالفتره جد يعني انا لما عمل الحركه كبر بعيني صراحه والله عن جد ما حد بيعملها والله كبر بعيني كثير فلما بعد ما عمل الحركه صرنا نحب بعض يعني بعد ما عمل الحركه صرنا جد نحب نحب بعض عن جد بنكفر ونطلع بس ما نبين على السوشيال نحب بعض كثير فلما حبينا بعض اجى يوم قلت له يلا خلص يلا تعال اخطبني فترة الاعجاب أطول. كان هو معجب وكان معجب فيني قبل ما انا انعجب فيه يعني انت نعجبت فيه ما بتعرف؟ يعني هو انعجب فيني بتعرفي ايه متى ثاني يوم شافني وانت بعد بعدين انا اخذت معي اشهر انعجبت فيه بس اخذت معنا اشهر فضلينا كم نعرف بعض لبين ما انه حبينا بعض شي 5 شهور 5 شهور نعرف بعض ايه لا حلو بدون حب ولا حب ايه فترة يعني انت تتعرف عليها وهي تتعرف على شخصيتك حلوة ايوه ايه مو دغري اعجبنا من بعض ودغري لا العكس كان في 5 شهور تسلينا وضحكنا وطلعنا حتى والله كنت اطلع معها بكل مكان وكل شيء بس مخاف من التصوير ما مبين بنوب اني انا معها او هي معي ما بدنا بنوب لا انا اصلا يعني ايوه صح يعني نحن ما كنا نصور حتى بعد ما عجبنا بعض كمان ما كنا نصور بعد ما حبينا بعض ما صورنا كمان ايوه نادرا شفت لك بالحياة الاحلى طبعا يعني فوتك صعب مهم بعدين قلت له تعال اخطبني
لا ما قلت له تعال، عم قلك هو راح لعند البنت قال له اخطب. بعدين انه انت شو بدك افكر بعد ما فكرت قلت له انه اوكي. اما هو بفتره وانا عم فكر تعلقنا ببعض كثير، فخلص ما عاد في انه في تفكير، خلص نحن بنحب بعض. ايه فهمتي؟ ايه طبلي. ايه فهي هي الفكره. بعدين خطبنا. حلو. ومن بعد ما خطبنا على فكره قبل يعني فتره الحب وهيك تحسي فتي انت بفتره تانية بالخطبه. احكي لي على شعورك بعد ما خطبت بيوم، يعني هيك كيف حسيتي لما الناس تقول مبروك 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 مبروك؟ عن جد انه هيك انه انا مخطوبه صرت بلد، يعني هيك بحس صح؟ هلا انه هيك تكون هيك يعني لحالك بعدين فجاه خطبت. هي مو فجاه صح؟ هي مو فجاه، بس اكيد البنت تحس احساس غريب، حتى الشاب يمكن يحس احساس غريب لما يخطب. حسيت انت احساس غريب؟ انا حسيت خلص ما بقى في مزح، ما بقى في هيك تسليه بالحياه، بدي اعتمد حالي فيه، لازم بتكون حمل مسؤوليه، صار عندي مسؤوليه، صرت افكر مثلا كثير، لازم صراحه صار عندي التفكير كثير. يعني كان مثلا من قبل اني عادي يلا بطلع هلا بلعب بس هلا كل يوم مثلا بتصلوا لي لا ما عن جد مش فاضي، عندي شيء لا اهم لازم خلص كفو عليه. فهو حمل مسؤوليه وانا اطلع فيه يا الله هاد خطيبي، فهمتي؟ انا ايوه مره بخطب بحياتي. شلون؟ انه كيف؟ خطيبي كيف؟ ايه اطلع فيه يا الله من فوق لتحت من فوق لتحت، ما بعرف خطيبي. ايه بعدين قلت بدي اشوف اذا مثلا بيتغير على الخطبه او شيء، لك صار احسن انسان بالعالم واحسن انسان بالعالم هو، لانه خلص مش طريقي. ايوه احنا عندنا هي الكلمه انه لما شخص يكون مشتري البنت وعن جد انه يتقدم لها هيك خطوه دغري انه بالحلال، فهو عن جد بده اياك انه ما عم يلعب معك. وهذا الشيء يعني لازم والله كل الشباب اللي من عمر محمود يتعلموا. ايوه اللي من عمر محمود اللي بيحب مثلا يتعرف ولا يحب يعمل علاقه ولا كذا، انه في باب بالحلال فيكم تتعرفوا على بنت اكثر وتعاشوا بعض اكثر وتكونوا مع بعض اكثر وتسافروا مع بعض وكذا، بس بالحلال. بتعرفي ليش انا ما عندي هالعادة مثلا تاخذ مدة هيك بدون خطبة بدون شيء؟ ايه يعني انا هيك لما بحب بحب خلص، ما بدي اخسر الانسان، فخلص بدي اخذ وبدك اياه، ما بقدر مثل مثلا في كثير شباب مثلا هيك عادي بضل هيك تسلوا، لا لا انا ما بقدر هيك عن جد. وحتى ولا مرة طلعت مثلا انه فيك انت تحكي هالشيء عشرة لمتابعينك عن جد، شي يوم بدي اقعد شي حلو بدك شي يوم تقعد تحكي لهم انه الشاب انه الشاب حبيبي فينه، حتى لو مثلا هلا انا بشوف مثلا بالكومنتات دائما بيعلقوا على محمود انه مثلا لساته صغير شوي بالعمر لفتره انه يكون هيك يخطب او يتزوج. لا ما له دخل يا عمري، هي اصلا فترة الخطوبة، فترة الخطوبة هي اللي اصلا فترة التعارف بالضبط. ليه عملوا الخطبة؟ لحتى الشاب والبنت يتعارفوا بس يكونوا شيء رسمي. انتوا فيكم تقولوا للناس ايه احنا فينا نطلع كنا ونحب بعض ونصور وكذا بدون خطبه، صح؟ بس مو بالحلال، صح؟ فيكم كمان تقولوا لا احنا صح شوي صغار بس احنا عملنا شيء بالحلال يرضي رب العالمين، نعم. ونتعرف فيه على بعض، وهي الخطبه تعارف بهذا الشيء. يعني ليش في خطبه دائما اصلا؟ ليش في خطبه؟ لا الواحد يتعرف على بعض بالخطبه بالحلال بالضبط. يعني يعني اوكي نحن بشيء رسمي، ايه. نحن مخطوبين عم نتعرف على بعض، صح؟ بشيء يرضي رب العالمين بالضبط. فهي الخطبه مو انه والله انت صغير وانت صغيره وكبار وصغار، لا فتره الخطبه هي بتحمي اصلا خصوصا الشباب. العمر ما خصه بشيء، صح؟ في كثير بتعرفي انه الخطبه انا والله العظيم بعرف شباب اعمارهم بالثلاثينات ولحديت الان بيلعبوا باعراض العالم والناس هيك بيقولوها، اه. يعني انه بيضحكوا على بنات العالم والناس بحجه إيه. الحب وبيطلعوا وبصوروا معهم وبضيعوا وقت وكذا، هذا الشيء كثير حرام وعيب، صح؟ واذا بدنا نحكي بالحرام والدين وكذا عيب. ايوه انت كشاب كل يوم مع وحده ولا كل شهر مع وحده ولا كل سنه مع وحده وقاعد تصور مع هاي، هلا انا كانا فيني مثلا انا كانا فيني اسوي هذا الشيء اكثر منه بالضبط. شو بخاف على اخواتي البنات؟ برافو داي، خليني استنى بدي اسوي هذا. شوفي شوفي اسمعي احكي لك شيء، الخطبه او الزواج بعمر صغير بتحمي الشاب خصوصا من كتير شغلات، كفو اقسم بالله كفو، صح؟ يعني بتحميه من اي غلط، صح؟
صح. تحميه من اي تخبيص ممكن ينلعب بمخه صح. ممكن شباب تانية تجره على طريق هو ما له فيه. قالهم شغله انا وبسان وعين. هلا محمود غير، محمود وعين بتركيا ببلد عربي اسلامي، انا وبسان وعين بالمانيا. يا نحن لما كنا بالمانيا كنا بعمر ال 14 و13. انا بصراحه لما رحت على المانيا كان عمري بالضبط 14 سنه. انا بالضبط كان عمري 12. انا وياها وعينا ببلد اصلا اصلا كان فكره انه انت تكون مع واحد صعبه، كان يعني ابدا مو صعبه، يعني سهله انه تكون مع حدا وتحب حدا وتطلع مع حدا. مو بس حب عمري، الشباب كثير ممكن يعني يغلطوا باشياء، فهمتي؟ صح. ونحن حبي وعينا البلد بشجع على هذا الشيء بصراحه. صح. احنا ما عندنا شيء ما بشجع على هذا الشيء، بس الحمد لله نحن اهالينا علمونا انه ما نغلط، ضلوا ورانا وايه، وانه احنا ما نعمل شيء ان كان خالي ام بيسان ولا كانت ماما وابي وهيك. نحن الحمد لله في ورانا حدا علمنا. ليش الشاب هلا اذا اعجب ببنت خطبه تعرفوا على بعض مو بتحميه من كثير اغلاط؟ تحميه من كثير مواقف هو ممكن كان ينجر عليها او طريق غلط يروح عليه. صح. بلا ايه انا بفكر هيك، انا هذا الشيء هذا. واذا ما زبطت يعني اذا ما تفاهموا عادي. عادي، الدنيا اسمه نصيب. الدنيا اسمه نصيب. بس شيء بحال. ما تفاهموا، بس اهم شيء شو؟ هن عملوا شيء. فهمت يعني اي اثنين مثلا خطبوا، تعرفوا على بعض، حسوا انه مو لبعض عادي. او ما ما فهمانين بعض او صار في خلاف عادي عادي. اقسم بالله بالعكس هي فتره تعارف اصلا. في رفقاتي متزوجين حبيبي، تزوجوا سنتين وثلاث سنين وبعدين شافوا انه انا ما فهموا. عادي هذا نصيب، هذا ما دخلوا. بس احنا عم نحكي بالوقت الحالي. قصدي اللي بيخاف يقدم هالخطوه وبيحس انه فهمتي؟ في ناس كثير ما عندها جرأة انه تروح، حتى الشباب. ايه بيقول لك والله انا ما عندي، انا ايه. اكون حالي. هذا مو سبب على فكره، هي مو حجه. لك وانت تتعرف على هالبنت اللي انت حاببها وبدك اياها، سوي نفسك فيها. خاصه البنت اذا ما كانت تعرف انه على تطلبات، انه والله انا بدي وبدي وبدي وبدي. بالعكس في عالم في شباب كثير انا بعرفهم كمان ساعدوا بعض. بس انت ومحمود بتكونوا مستقبلكم مع بعض. بس ما عاد في بنات هيك صدقيني، قليل. قليل. هلا انت يمكن تعمليها، انا يمكن اعملها عادي. انا اصلا يعني انا اصلا اخر شخص بيطلع على هيك اشياء، والعالم اكيد بتعرف وشايفه كيف سيستم حياتي انا. ما بهتم انا كل شخص حياتي بتعرف عليه، كل شخص بحياتي بتعرف، ان كان صديقه ان كان مين من كان. ما بفكر بمصلحتي ابدا ابدا ابدا. ما بقول والله مثلا هذا هاي الانسان اذا ما كانت مثلا ارفع مني انا ما... لا لا انا ما عندي ابدا. وشوفي دائما رب العالمين على فكره صعب لتلاقي هيك والله. ايه ودائما رب العالمين حيوافقك لانه انت هيك بتفكري بغيرك، مو بس بتفكري بنفسك وانانيه. ما بيهمني. ايه اصلا ما بيهمني. كفو. يعني انا شلون بدي اقول لكم، انا بس بدي ناس حبهم، ما ناس اتمصلح عليهم. لانه الحمد لله يعني اللي عندي كافيني، الناس الجوعانه اللي عندها مو مكفيه هي اللي بتدور على هالشغلات. صح. فهي بترجع انه هذا الانسان شبعان ولا لسه جوعان. لانه في فرق كثير بين الانسان الشبعان والجوعان. سبحان الله. في عالم شايف الجوعان دغري ببين الجوعان. عن جد صح، هذا الشيء حقيقي. وهلأ بهالوقت مثل ما قالت بيسان صعب نلاقي شخص شبعان بيت اهله. شبعان لقمه بيت اهله وشايف الخير. بالضبط. هلا مثلا السوشيال ميديا بصراحه يعني سهلت على كثير ناس انها انه تنشهر او تصير. ايه فعلا. يعني خصوصا مثلا تيك توك اعملي اي مقطع يمكن. لا اذا فيديو واحد بس الفرق كيف تستمري وكيف الناس بتعرفك. مو الموضوع النجاح، موضوع كيف الواحد يستمر بالنجاح. ايه يعني هلا تيك توك والله هلا بتشوفي مثلا اي حدا عنده مثلا ملايين. لا عنده مو ملايين، عنده مثلا جايب فيديو واحد جايب له ملايين. فيديو واحد ناقش معه. انا بعرف ناس كثير هيك عندهم، ناس والله العظيم عندهم ملايين، بس اقسم بالله ما فيك تتعاملي معهم كانسانة طبيعية. مستحيل. مستحيل. ان كان كتفكير، ان كان كعادات، كتقاليد، بتلاقي كثير قليل هلا اصلا بتقدري تتفاهمي مع ناس. لانه هلا السوشيال ميديا صار فيها عنفة مو مثل قبل. يعني انا اول ما بلشت باليوتيوب كنت كثير صعب تنشري على اليوتيوب. كثير صعب. انا لما عم اقول لك اليوم انا انصدمت. ما انا عم اقول لك، انه هلا صار الشهرة اسهل. اي حدا عنده درع المليون
وتيك توك ومشاهدات كل شيء تصير. بس الفرق انه عم بقول لك ببين على الناس العالم الشبعانه والجوعان مبين. ايوه ما هو الجوعان لما ينزل لك مثلا فيديو تيك توك يضرب عنده ملايين مثلا، هو هالفيديو اللي ضرب ما حدا بيعرفه. ايه بصير تلاقيه رافع خشمه للسما. ايه صح. طب كلنا بشر. ايه. انا صح. انا كبيسان والله اذا بدي اشوف حالي والله العظيم ياخ ياخ لو بدي اشوف حالي بشوف وشي تاني وش تاني وش تاني. صح. بس سبحان الله سبحان الله. يعني اذا ما شفتي حالك على الاشخاص ممكن يستوطوا حياتك. ايه. مع ذلك فهمتي؟ صح صح. ايه صح. غريب يعني الواحد يعني اللي بتعامل هيك. انا ما فيني اتعامل بفوقية ولا فيني اتعامل بشوفة حال، والله ما تعودت هيك. عرام. ليش؟ لاني انا متعودة من بيت اهلي من انا وصغيرة اني انا انسانة شبعانة شايفة هالشيء. من وانتي صغيرة؟ ايه من وانتي صغيرة؟ من وانا وصغيرة متعودة. إيه؟ انه مثلا يكون عندنا مثلا الحمد لله رزق وضعنا تمام. صح. مو كل شيء بالرزق، مو انه مثلا مصاري او شيء. روحي شبعانه بتكون انسان شبعان عينه مليانه. إيه؟ مثل ما بيقولوا عينه مليانه. صح. عينه مليانه خلص بالضبط. يعني مو كل شيء قصدي يعني ماديات، بالعكس بحب يعطي يساعد بالضبط يقدم للناس. فاللي عينه مليانه ما بتغره شهره. صح. ولا بتغره مصاري ولا بغره اي شيء بالدنيا. صح. بس الجوعان بيضل حتى لو ايوه حتى لو انشهر وحتى لو صار وحتى لو بيضل يا اختي جوعان. فهمتي هيك؟ بده هيك ياكل الدنيا اكل. انا شفت دور الناس اقسم بالله شفت اكيد في منهم كثير. ف انا بس ما فيني اتعامل مع الناس. انا كاميره انا هلا انا كثير عالم بيقولوا مثلا ليش بتروح على دبي؟ ليه ما بتطلع مع هذا وهي وهذا؟ واقسم بالله بس انا تعرفت على كثير ناس مو كلمه الناس عرفتي؟ ايه انه كهيك كانسان عفوي انه اوكي عادي فينا الواحد يصور وفينا نطلع وفينا نعمل شو ما بدنا وفينا نعمل ترندات وهلا فينا نقضي وقتنا كله تصوير. صح. عرفتي؟ بس بخباسه. ايه ايه مو بعفويه. صح. انا تعرفت على كثير ناس هون بيتعاملوا بخباسه بطريقه ما حلوه وببين يعني بفكروك غبيه انه انت مالك حاسه تعالي نصور يلا اوكي. فهمتي؟ ايه انا هدول كثير الناس ما بحبها، مو ما بحبها ما عندي مشكله معهم بس ما بحب اتعامل معهم. لهيك بتجنن. ايه فهمتك. ايه بس الناس شو بتفكر انت شايفه حالك؟ والله هي شايفه حالها ما بتطلع ما بتحكي ما بتعمل، بس هي مو شافت حالها. هي انه خلص انا محترمه نفسي وعامله حدود لإلي وللناس اللي بحياتي او الناس اللي ما بعرفها وخلص. لهيك انا قلت له لمحمود منيح انه عمل هيك شيء. قدم بخطوه حلوه قدام الناس وقدامك وقدام اهلك وقدام اهله، هذا الشيء كثير حلو. وانا بتمنى الشباب اللي من عمره يعملوا نفس الشيء عشان الناس يصير عندها فكره ويتعلموا منه. صح. والله انا بتمنى هيك عن جد. بتعفي الشباب عن كثير اغلاط وعن كثير اشياء خاصه بالمانيا. ليسا انت شفتي انا اخي منهم او اخوكي منهم. يعني وعيانين مع الطفل كاني شخص كبير وشو ما بدك فيك تعمل وشو ما بدك روح اعمل. هلا بالاخر كل انسان وتربايته، بس الا ما الحياه الواحد تغره. هلا بكره في فعاليه؟ بكره عنا ايه سفاري. جهزوا حالكم سفاري بكره. سفاري اليوم مختفي عنكم على الساب، بس بكره احلى فعاليه. بكره والله العظيم اذا ايه بكره لازم تصور. لا لا بكره احلى فعاليه. بكره بدي صوركم على الجمل. يعني يلا الله شوف لي بس انا اول مره بحياتي اول امبارح بطلع على الجمل. ايه بطلع علي على الجمل بأبنيت بس هيك رح توقعي. اقسم بالله قلبي وقع ورجع طلع. اقسم بالله حسيت بشعور بعمري ما حسيت. طب روقي روقي فهمنا. طلعت بعدين اسمعي بعدين طلعت على الميتور. الميتور لما هيك تشغليه وتلفي هيك وتطلعي على الجبل تنزلي بعدين تحت السياره. يا الله احلى شيء السياره. لا بشرفك بيسهل بتكسر جسمك بس حلو. بعرفه قلبي هيك يطلع ينزل قلبي قلبي. جرب انت الهي. ايه ايه اكيد. يلا اي ساعه بكره؟ ها 3 ونص. تمام راح اكد على الزلمه بكره. خلص خلص كلياتنا. ان اذا ما في عاصفه بكره ما في عاصفه. بكره درجه حراره 29. والله شوف بس حلوه. خلص نفس النوع ابعث موقعنا من هون تجي السيارات تاخذنا. خلص يلا جاهزين. خلص تمام انبيسا جيناك بهاي. اوكي انا جاهز. بكره الساعه 3 ونص من هون. خلص راح يروحوا معنا كل المتابعين يخرب بيتي.